الخير. ما زال اللبناني يتخبط بين الأخذ والرد في موضوع رسوم البلديات، وقد تم طرح حلول من قبل خبراء اقتصاديين يقضي بأن يتم تمويل مثلا صندوق بلدية بيروت عبر رسوم يدفعها مرفأ بيروت. فهل هذا الطرح صائب ليتراجع محافظ بيروت عن قراره؟ وهل القرارات التي اتخذت في رفع الرسوم شرعية بحسب القضاء؟ نطرح هذه المحاور مع ضيفنا في الاستوديو المحامي عباس صفا، ناشط في العمل الوطني. أهلا وسهلا فيك. شكراً لك. بداية بدنا نحكي بموضوع المطروح، رفع الرسوم مرفق بيروت بيدفعها لبلدية بيروت يعني دعم صندوق البلدية. نعم. بدل ما ترفع الرسوم. أول شيء شكرا لك، وبدي أتمنى المشاهدين يتحملونا بالفترة هذه ونقدر نوصل فكرة احنا عن الواقع اللي عم تعيشه موضوع البلدية ورسوم تبع. نعم. البلدية. نحن بلبنان تعودنا انه كل شيء نوعد فيه نعتبره انه مش موجود. اذا كان المجلس البلدي وسعادة المحافظ بيلاقوا انه في انه هن يأمنوا مصادر تمويل للبلدية من مرفق بيروت ومن المطار، شيء كثير عظيم هذا. نحن اللي بيهمنا بالموضوع هو ما اصاب المواطن من القرارات اللي اتخذت من قبل المحافظ ومن قبل المجلس البلدي. الاساس هو ما اصاب المواطن، اما الحلول الثانيه اللي بدنا نعتمدوها هذا شيء بيرجع لنا انه نحن ما لنا راي فيها وما لنا دخل فيها نحن. ايه بس ممكن يتراجع المحافظ في حال تم هالموضوع برايك؟ انا برايي إيه ممكن يتراجع المحافظ، اساسا هو المحافظ عارف انه القرار اللي اخذه منه مبني على خلفيه قانونيه. هو القرار كيف منه مبني على خلفيه قانونيه؟ هو عمل استشاره لديوان المحاسبه وديوان المحاسبه قدم الطرح. نعم. بالقانون فتنا على الموضوع بالمباشر. نعم. قبل ما اشرح ليش وجهه نظر تبعيتي انه القرار اللي اتخذ بزياده الرسوم غير قانوني، خلينا نحن نحاول نشرح للناس كيف تستوفى الرسوم عن طريق البلديه. الرسم البلدي يبنى على ما يسمى بالقيمه التاجيريه. نعم. القيمه التاجيريه هي اللي بتحددها لجنه ترسل من قبل البلديه متخصصه بهالموضوع هذا، بتدرس واقع هالعقار اللي تقدم صاحبه بطلب عم بقول انا بحاله اشغال لهالعقار هذا. نعم. وبتاخذ بعين الاعتبار مجموعه عناصر لتحدد القيمه التاجيريه تبعته لهالعقار حتى ينبنى الرسم على اساسها. ومن ضمن الامور اللي بتاخذها بعين الاعتبار اخذ دراسه وضع بعض الابنيه المماثله بالشكل وبالمضمون تبعها وبالمواصفات اللي موجوده فيه. والمنطقه كمان. اكيد المنطقه. يعني كل هالامور هذه. منطقه شعبيه غير منطقه بتكون سوبر دولوكس مثلا. يؤخذ بعين الاعتبار اكثر من عنصر، المهم انه هاللجنه تكون عم تدرس هالعقار هذا اللي. نعم. تقدم صاحبه بالطلب لا تعمل القيمه التاجيريه تبعتها. على ضوء القيمه التاجيريه بينفرض الرسم البلدي. يمكن للبلديه انه ما تاخذ بعين الاعتبار التخمين المعتمد من قبل اللجنه المختصه، وبتعتمد على القيمه التاجيريه المعتمده من قبل الماليه، وزاره الماليه. كلنا بنعرف انه الواحد منا لما نشتري عقار بده يسجله، بده يستحصل على قيمه تاجيريه، هيدي القيمه التاجيريه اللي تعتمد بالملي يمكن للبلديه انه تاخذ بعين الاعتبار هالقيمه وتبني الرسم البلدي على اساسها. نعم. بالسابق في الميديتين 10 و11 من المرسوم الاشتراع رقم 68 على 67 كان يعتبر فسر الميديتين 10 و11 انه الاساس باعتبار القيمه التاجيريه هو عقد الإيجار المسجل حسب الأصول بالبلدية وملحقات العقد. إذن هودي العناصر اللي هي يبنى عليها استيفاء الرسم بالاستناد للقيمة التأجيرية المعتمدة، أما عقد الإيجار وأما القيمة التأجيرية المعتمدة من قبل اللجنة اللي أرسلتها البلدية وأما القيمة التأجيرية المعتمدة من قبل المالية. هيدا الرسم اللي يستوفى وفق للقيمة هيدي المعتمدة ما حدا بيملك الحق أنه يطلب التعديل عليه إطلاقاً، باستثناء المكلف اللي اذا وجد انه القيمه التاجيريه اللي تم الاعتماد عليها مشحفه بالحق تبعه له حق يتقدم باعتراض ليطالب بتخفيض القيمه التاجيريه. متى ما بدا سريان القيمه التاجيريه والمواطن بلش يدفع الرسوم تبعيته على الاساس هذا ما عاد حدا له حق يغير بالقيمه التاجيريه. شو اللي صار هلا؟ اللي صار انه اتخذ قرار بتغيير الرسوم بالبلديه دون ان يكون هنالك حق ونص قانوني بيسمح بالتعديل.
نحن منقول انه اللي بيحدد الرسم البلدي، المحافظ بيقول انه في نص قانوني. لا ما في نص قانوني، حنحكي بالقانون اللي بيحكم العلاقه هو قانون البلديات. نعم في شيء اسمه قانون البلديات، والماده 49 تحديدا من قانون البلديات هي اللي رسمت باكثر من فقره فيها كيفيه التعاطي مع استيفاء الرسوم بالبلديه من قبل المكلفين. ما في نص بيقول انه نحن بنسمح للبلديه انه تعدل الرسم او للمحافظ او لايا كان انه يعدل الرسم طالما انه هذا الرسم معتمد وفق قيمه تاجيريه معتمده بالسابق. سعاده المحافظ اكيد هو بالاساس قاضي ورجل قانون، لو كان متاكد انه قانون البلديات بيسمح له انه يزيد الرسم من تلقاء ذاته ما كان راح طلب الحصول على استشاره قانونيه من ديوان المحاسبه. إذا كان النص بيسمح لك ليه بدك تروح أنت تطلب استشارة من ديوان المحاسبة؟ هو عارف أنه ما حيسمح له، ولكن استعان بديوان المحاسبة لحتى نلاقي ثغرة ما بركي بنقدر ننفذ منها حتى نقدر نحن نرفع الرسوم اللي اتخذ قرار برفع وهو القرار غير قانوني. إذا نحن بندرس الاستشارة اللي صدرت عن ديوان المحاسبة، وقبل ما بلش اشرحها للقصة هيدي بدي أقول أن الاستشارة القانونية غير ملزمة، الاستشارة اللي صدرت عن ديوان المحاسبة هي غير ملزمة، تبقى استشارة قانونية ويمكن الأخذ فيها ويمكن عدم الأخذ فيها. ولكن هذه الاستشارة بحد ذاتها إذا واحد بيدرس بعمق الحيثيات تبعيتها بيلاقي في مجموعة من التناقضات اللي وقعت فيها الهيئة اللي صدرت الاستشارة هذه، وكانت هي أقرب لتقول لسعادة المحافظ أنه ما بتملك الحق أنك أنت تزيد، ولكن لقت ما بعرف ليش ثغرة صغيرة هي اعتبرتها ثغرة وهي منها ثغرة لتقول له ممكن انك تزيد الرسم البلدي على خلفية انه الليرة اللبنانية هبطت والدولار وهالقصص هدول اللي كل العالم بالبلد صاروا بيتحججوا فيها. مع الإشارة لشغلة، انا حأذكر بعض الأمور اللي الاستشارة اللي صدرت عن ديوان المحاسبة وقع فيها بالتناقضات. هالاستشارة هيدي بتعترف بالحيثيات تبعتها انه ما لهم حق يعدلوا وفق قانون البلديات، وبتقول انه اذا كان لابد من التعديل بعد ما حكيت عن الدولار واللبناني المفروض انه التعديل يكون بشكل يتوافق مع ظروف الناس، مش بس ظروف البلدية وحاجتها للمبالغ المالية، ظروف الناس. نعم هيدي الكلمة بحد ذاتها، ظروف الناس ما بتسمح انه يصير في تعديل، هذا اذا في امكانية للتعديل وما في امكانية للتعديل. ثم الاستشارة بحد ذاتها شو بتقول؟ بتقول انه بالسابق صدر استشارة مماثلة بسنة 2001، ثم بسنة 2022 صدر مرتين استشارات بالموضوع بحالات مماثلة، طلب من ديوان المحاسبة أنه يعطي رأي قانوني فيها، وقال أنه من الأجدى الاستعانة بتشريع جديد. لما نقول نحن آخر شيء من الأجدى الاستعانة بتشريع جديد، يعني نحن عم نقول أنه هذا الموضوع ما فينا نحن نغير فيه نحن، وإذا بدنا نغير ممكن نحن عم نخالف القانون، خلينا نحن نروح على التشريع، بدنا نزيد الرسوم بدنا تشريع. إذن الدراسة المفصلة لهالموضوع هيدا اللي بنى عليها فكرة الزيادة تتضمن الكثير من التناقضات، وهي الأساس تبعها والجوهر تبعها ليقول فعليا أنتم ما لكم حق. المحافظ آخر شيء قال إنه له حق، بنى على حاجة صندوق البلدية للفلوس، مع العلم إنه قانون البلديات بيقول إنه غير بلديات اليوم عم بتطبق الزيادة البلديات، يعني مش البلديات الباقي، بلدية جوني، بلدية كل البلديات بلبنان، كل البلديات بلبنان عم تطبق عم تزيد الرسوم، حتى عم بيزيدوا يعني بجوني 40 تايمز 40، يعني بغض النظر 40 ولا 10 ولا 1 كل البلديات أخذت قرار بالزيادات على خلفية هالاستشارة اللي طلبها سعادة المحافظ وبنوا عليها. هيدا الموضوع يتعارض مع قانون البلديات، ما لهم حق، علما بأنه حتى بالحيثيات تبع القرار بقول أو بالأحرى بالحيثيات الاستشارة هو عم بيقول أنه أنا رح أخذ بعين الاعتبار الفقير. كيف اليوم المحافظ بده يقول هيدا فقير وهيدا غني؟ وهل برأيك هيدا الشيء مزبوط؟ أول شيء خلي المحافظ يجاوب على السؤال، كيف بده يميز بين فقير وبين غني؟ ما بعرف، عادة القانون ما بياخذ بين القصص هيدي، يعني بحط نص قانون وبيطبق على كل الناس. يعني نحن اليوم أكترية الناس تشتغل بالقطاع العام. نعم هو كان عم بيقول إنه في ناس ما بقى في حدا ما بيطلع دولار، ما بيطلع فريش، ما بقى في حدا ما بيشتغل شغلتين أو ثلاثة. طيب
نحن عنا هلا قديش عنا بطاله ببيروت، قديش عنا ناس ما قدراني يمكن تامن اكلها شربها خلال النهار. نعم. كيف بدها تدفع وعلى اي اساس؟ خليني حرد على هالنقطه دي، بدي اكمل فكره بتتعلق بقانون البلديات. بقانون البلديات بينقال انه اذا في نص يحتمل التاويل والتفسير يفسر دائما لمصلحه المكلف. نعم. المكلف وليس لمصلحه البلديه. ردا على الكلام اللي قاله سعادة المحافظ انه كل الناس عم تطلع بالدولار، انا بدي اسال هو بيتقدر راتب طبعا من المحافظه باللبناني ولا بالدولار؟ سؤال ثاني، في اقل من 20% من الناس في لبنان بياخذوا رواتب بالدولار ورواتب بمبالغ كثير محدوده، في اكثر من 80% من الناس بياخذوا رواتب بالليره اللبنانيه، وفي اكثر من 20 او 30% من المتبقيين من الناس ما عندهم رواتب نهائيا، ما بياخذوا رواتب، ما بيشتغلوا شيء وما عندهم مداخيل نهائيا، وعايشين على مساعده حدا من الاولاد تبعيتهم او مساعده الناس الطيبين. هدول كيف بننظرهم هدول؟ علما بانه برجع بقول القانون ما بيميز بين فقير وبين غني، لانه نص قانوني بينطبق على كل الناس. نعم. طيب سعاده المحافظ ما في يقول هالكلام، وقالوا هالكلام وانا سمعتوا هالكلام هذا، ما في يقول، بعدين بيقولوا انه الناس عم تطلع مصاري كثير، دولارات كثير، ليه ما بدها تدفع؟ لا ما بيقول بيطلع مصاري. انا سمعتها. لا هو سمعت عم بيقول انه الناس عم تشتغل شغله ثانيه او ثالثه، وهو فعليا في ناس عم تشتغل بس مش كل العالم. انا سمعتها انه المحافظ قال بمقابل من المقابلات تبعته انه المطاعم والاوتيلات ومش عارف ايش والعالم عم بتطلع مصاري كثير، ليه ما بدها تدفع؟ طيب المؤسسات اول شيء التجارية. اول شيء مع مؤسسه تجاريه عم بتطلع مصاري. لا 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 بعد اذنك، اول شيء سعاده المحافظ ما له حق يشوف الناس. انا مش عم دافع عنه. لا طب ولا نحن عم نتعرض له، اكيد سعاده. نعم. المحافظ الاحترام طبعه قائم، وهو انسان شخص عنده سمعه قضائيه عاليه كثير جدا، فنحن مش عم نحكي بهالشيء الشخصي، نحن عم نحكي بالواقع. نحن نعم. بالواقع انه ما له حق سعاده المحافظ، ولا انت لك حق، ولا انا لي حق، ولا حدا له حق يشوف الناس قديش عم تطلع. نحن مش بنبني المواقف تبعيتنا على اساس مداخيل الناس. اذا بدنا نبني المواقف تبعيتنا على اساس مداخيل الناس، 80% او 85% من الشعب اللبناني ما لازم يدفعوا لرسوم ولا ضرائب. انتوا عدم مؤاخذه وصل الشعب اللبناني لمرحله صار بالكاد بيأمن الحد الادنى المطلوب للعيش المقبول، من بعد ما كان الشعب اللبناني عايش بارفع المستويات وافضل المستويات. هيدا الناس اللي عم تطلع، سواء عم تطلع دولار او عم تطلع 100 دولار او عم تطلع ليره او عم تطلع 100 ليره، اللي بيحكم الوضع تبعها بالرسوم والضرائب هو القانون. انتم كمرجعيه ما لكم حق انتم تعدلوا هالنص هيدا على الاطلاق. نعم اطلاق. طيب كنت انت عم تحكي قبل ما نفوت انه في ناس مهندسين او محامين كيف بده يتم التعاطي معهم بموضوع الاجارات. نعم. اوكي. نعم اللي بدي اقوله بالنقطه هيدي، بتواصلي مع البلديه كانوا عم بيقولوا انه اذا اكيد هيدرسوا الوضع، إذا كانت مثلا بمنطقة شعبية شيء كان المحامي أو المهندس، أو بمنطقة مثلا مش شعبية حيكون كمان الدفع بطريقة تانية. مع احترام للشخص اللي أعطاك الجواب، هذا كلام للتسلية. هذا نحن بننطلق بالموضوع، هن عم يقولوا التعديلات لما قالوا 10 أضعاف و30 ضعف، قالوا 10 أضعاف للسكن و30 ضعف للتجاري. نعم. نحن عم نبني الكلام تبعنا على الوصف القانوني، أنا كمحامي ما فيني غير أحكي قانون. التجاري، المحامي منه تاجر، ما عنده وصف تاجر. المهندس ما عنده وصف تاجر، ولا الطبيب، ولا اللي بيتعاطى بعملية التدليك. في كتير مهن مكاتب أصحابها ما ننضم فئة التجار، لما حتى تقولي تاجر بده فيه وصف قانون معين لازم يكون متوفر. صحيح. كيف أنت بدك أنت تتعامل معه لهذه الجماعات؟ هذا إذا لك حق. أنا برجع بأكد على شغلي، أنتم ما لكم حق تزيد الرسوم إطلاقا. في مخالفة كتير كبيرة ارتكبت لما اتخذ قرار بزيادة الرسوم من دون ما نحن ما نحترم النصوص الموجودة بقانون الإجارات. طيب المحافظ اليوم بيقول عندي أنا موظفين وبدي اهتم فيهم، كمان هدول الموظفين من الشعب. نعم. اذا ما كانوا مرتاحين بمعاشاتهم ما رح يقدروا يقدموا الخدمه ان كان للعاصمه بيروت او محل تاني. على راس هذا بيخلينا نحن نطرح السؤال التالي. معروف انه بلديه بيروت تحديدا من اغلى اغنى المؤسسات اللي موجوده بلبنان، كانت الصناديق تبعيتها فيها اموال ماليه طائله، وقد تكون وصلت لمرحله يمكن صارت اغنى من خزينه الدوله. أوكي بس يمكن الامر حجاوب عليها بعد بس اذنك. بس صار في نوع من خليني بعد اذنك جواب على الجواب الكلام اللي عم تحكينا عنه بعد اذنك. أنا بدي أسأل سعادة المحافظ، بدي أسأل البلدية، هالأموال هيدي اللي موجودة عند البلدية وين راحت؟ هل البلدية أنشأت؟ هو وصل صندوق فاضي. بس بعد خليني أنا وصلت وصار انفجار بيروت والصندوق فاضي. خليني كمل بعد ذلك الفكرة تبعتي. أنا عم أحكي في صندوق بلدية، أنا ما بيهمني في الحكم هو عدم مؤاخذة عملية استمرارية. في صندوق بلدية كان فيه مصاري كتير، هالمصاري وين راحت؟
هل صرفت هالمصاري هذه على الحدائق العامة بالبيروت؟ هل صرفت على الملاعب الرياضية بالبيروت؟ هل أنشأوا مواقف للسيارات حتى اللي تمنع هالمشاكل الكبيرة اللي عم تحصل بالنسبة للمواقف السيارات؟ هل البلدية أضاءت بيروت مدينة مشعة مثل ما كان بالسابق، الشوارع تبعتها مضاءة كلها ولا ظلمة؟ هل الحرس البلدي منتشر بكل أحياء بيروت وكل الشوارع تبع بيروت بحيث أن المواطن بقلب بيروت هو موجود بينام مطمئن وما في سرقات وما في اعتداء على حدا؟ هذه عناصر كلها سوا مطلوبة هي من المجلس البلدي. إذن هالأموال ما انصرفت، ما انعمل على شيء على الأمور هدول. السؤال الثاني اللي بينطرح، إذن وين راحت الأموال؟ الأموال راحت حسب اعتقاد نحن وحسب ما بنحكى بالوسط اللبناني وخاصة الوسط البيروتي، يعني الأموال راحت إما هدر وأما ارتكابات، وهي الأموال الموجودة بالمصارف. طيب إذا كان صار في هدر وارتكابات وبالمصارف، نحن لازم نحاسب اللي هدر، لازم نحاسب اللي ارتكب، ولازم نحاسب المصارف. مش نحن منجي نزت التقل على الناس اللي هن أساساً كم مظلومين ومقهورين على الأشخاص اللي منهم معنيين. أنت بتروح لترجع أموال صناديق البلدية تبعتك اللي هي أموال طائلة جداً للناس اللي هي هدرت الصناديق، مش بتروح أنت للناس اللي هي بالكاد عم تأمن الحد الأدنى من الحياة تبعتها. لا، بده يسمح لنا سعادة المحافظ، الخطأ اللي ارتكبوه الآخرين مش بيتحمل مسؤوليته المواطن أبدا. بقول سعادة المحافظ مثل ما حضرتك عم تقولي لي إنه في عنده موظفين شو بيعملون، إيه طيب أنا بدي أسأل سعادة المحافظ، أنت مسؤول عن الموظفين تابعين لألك بس ولا مسؤول أنت عن كل الناس بقلب بيروت؟ لا، عن كل الناس. إذا أنت مسؤول عن كل الناس بقلب بيروت، ما فيك أنت تحل مشكلة الموظفين التامين لك أنت على حساب كل الشعب اللبناني اللي بقى وخاصة الناس بيروت اللي هني عم نحكي عن بلدية بيروت نحنا، ما فيك تحل أنت هذه القصة على حساب الناس. هيدي الناس أنت عم تشوفها إنه ما في بيت غير معايش العتمة والظلمة والتعتير والقهر وكل هالأمور هدول اللي بتجرح إنسانية الإنسان بالإنسانية تبيته. إذا أنت معني بس بالموظفين تبولك، بدنا أقول لك بدك لا تقفزنا. إذا لكن أنت ما بتمثلنا بالمحافظة، مش أنه أنت كمحافظ. لا، نحن ما بدنا نوصل لهالمرحلة. أنت بتمثلنا كمحافظ. لا، أنت مسؤول عنا كلنا سوا. لا، عم أحكي بس بإذنك، عم أحكي. أنا قصد شيء، يعني قصد له أنك أنت بتمثلنا كلنا، انت مسؤول عن الموظفين بادارتك، انت مسؤول عن الناس بقلب بيروت. انت ما في وصل المحافظ وصار انفجار بيروت. نحن كمان ما فينا نحط اللوم عليه. انا ما عم لومه كمان الصندوق فارغ، هو كمان ما دخله، يعني هيدي شغله الدوله اللبنانيه والقضاء. ولا دخل ابن بيروت، ولا دخل ابن بيروت والمقيم بقلب بيروت على انه هيدي الامور اللي صارت انه هن يسدوا الثغره فيها. هيدي مسؤوليه الناس اللي ارتكبت. انت بتروح بتحاسب المرتكب، مش بتروح بتحاسب انت الشخص اللي واقع للظلم. انتوا عم تظلموا الناس اللي قاعده بقلب بيروت. هيدي المبالغ الماليه انا عامل لكم من حد الله، الناس ما فيها تحملها اساسا. بلشت الناس تسدد. نعم، في بعض الناس عم تنزل وعم بعض الناس. في بعض الناس وبعض الناس عم تتساءل انه هل ممكن نحن يتراجع عن قراره، هل شو الطريقه، هل بدنا نقدم مثل طلب نشوف شو مثل حل الامور. في شيء بيقولوا الاعتراض على التخمين. أنا ما بدي أوصل للمرحلة هذه. أنا عمل لك بأساس النقاش بيني وبينك بالقانون أو بالمعنيين بالموضوع هذا أنه أنتوا القرار تبعكم منه قانوني، أنتوا خالفتوا القانون. ما بدي أوصل لمرحلة أن أطلب أنا فيها ولا تخفيض قيمة الضريبة. أنتوا خالفتوا القانون. أكثر من هيك بدي أقول أنا، حتى بالاستشارة اللي صدرت عن ديوان المحاسبة بقول أنه حاجة البلدية أو المسؤوليات البلدية تضاعفت 10 مرات. طيب اذا تضاعفت 10 مرات، بدي افترض ان انتم بتملكوا الحق انه تزيدوا الرسوم. ليه بدك تزيد الرسوم 30 ضعف انت اللي سميته على التجاري؟ ليه؟ سعاده المحافظ والمجلس البلدي هن بيعرفوا انه المحامين مثلا، عم يحكي مثلا، ايه بس عندك غير مناطق كمان 30 ضعف زيتين واكثر. ما هن اخذوا الاساس اللي صدر بقلب بيروت. الاساس هو الانطلاقه من قلب بيروت. اخذوا اكزامبل. طيب، في عدم مؤاخذه، مكاتب المحامين ما عم تشتغل، مكاتب المهندسين ما عم تشتغل، في كثير مكاتب ما عم تشتغل. بدك تزيد 30 ضعف عليها بالاساس، انت ليه بدك تزيد؟ اذا كان القرار الاستشاري، عفوا الاستشاره اللي صدرت بتقول انه مسؤوليات للبلديه تضاعفت 10 مرات، ليه 30 ضعف؟ هذا اذا لك حق تزيد. انا برجع بقول هذا القرار بالزياده هو قرار غير قانوني، يتعارض مع قانون البلديات. ومع ذلك هن لحد هلا ما قالوا للناس انه هالقرار لما نتخذ بالاستناد لديوان المحاسبه، ما في معاملات اداريه بدها تصير بين المحافظه وبين البلديه. طب كيف صارت المراسله بين بعضهم والبعض وبنوا الموقف عليها؟ طيب نحن على السريع، اذا بده يتراجع شو بدها تكون الخطه؟ نحن بالنسبه لنا كمكلفين ما قلنا علاقه نحن بكيف بدها تكون الخطه. هن مسؤوليتهم انه يجيبوا مصاري للصندوق البلدي، واذا كان بدنا نحكي بالعمق
انتم بتروحوا بتجيبوا المصاري من اللي هدر، من اللي ارتكب، هلا ما في قضاء، ومن المصارف. هدر، ارتكب، مصارف. اذا عم تقولي لي الست ندى انه ما في قضاء، انه اذا ما في قضاء يحاسب هدول اللي ارتكبوا، بنروح نحن للانسان الضعيف وبنقول له انت بما انك انت منك محمي نحن بدنا نفك الرقبه تبعيتك؟ كيف هالمنطق هذا؟ ما بيجوز ابدا. نحن بحاجه نحمي الناس. كل حدا بموقع المسؤوليه مسؤوليته مش ضمن دائره الإدارة تبعيته بس، مسؤوليته عن كل الناس اللي هو مسؤول عنها. نعم. الموظفين على رأسنا وعيننا وهني مظلومين مثلهم مثلنا نحن. خصوصا القطاع العام ما بتحل اليوم. مسألة الموظفين نعم. على حساب المواطنين. نعم. بتحلها على طريقة محاسبة الناس اللي ارتكبت. بتروح للمصارف بتطلبهم انك تسترد مالك. انت وكل الصناديق، حتى صناديق المهن الحرة، حتى الضمان الاجتماعي، حتى كل المحلات، انتوا المفروض انتوا كلكم تتكتلوا مع بعضكم البعض. والسلطة السياسية اللي حاكم البلد لازم هي تقر بأنه ارتكبت أخطاء وساهمت بشكل أو بآخر بتفريغ الخزينة وإيقاع الأزمة المالية بالبلد. إذا نحن صادقين بدنا نحن نرجع بلدنا، بدنا كل واحد منا يطلي فعل الندامة وقول أنا لازم صلح محل ما أخطأ. حتى القطاع الخاص اليوم والهيئات الاقتصادية بتقول أنه نحن ما بنقدر، مع أنه القطاع الخاص ما بيقدروا. ماشي هلأ وضعون أوكي، بس كمان بيقولوا نحن رح نوصل لمرحلة نسكر. ست ندمي ماشي، إذا ما في ست ندمي ماشي. أنا مكتبي بمنطقة نسيت اسم المنطقة اللي شو اسمه الشارع تبعنا، منطقة مارليس، شارع مارليس في الحمرة، في غيرها من الشوارع. أنا بمنطقة مارليس أنا بمر على مكتبي مشي وبرجع مكتب مشي، بمر قدام كل المحلات ما بلاقي في شغل نهائيا. كيف الناس عم تشتغل يعني؟ بعدين يا خي إذا الناس عم تشتغل روح خي أنت طبق القانون، روح خي بدك تزيد الرسوم صدر تشريع جديد. انت ما فيك انت ما تصدر تشريع جديد تفرض على الناس مصاري ما عم تشتغل. بس انا باكد لك انه بقلب مارليس وبالحمرة بكل الشوارع المعروفه يعني احنا ما في حركه شغل نهائيا. ايه بس هو اذا بده يتراجع بده يتراجع كل البلديات. حتما بده يتراجع كل البلديات. نحن عم نحكي هون نحن ما بيختص بس ببلديه بيروت، بس نحن منطلقين مشان الام هي بلديه بيروت وهي اللي اخذت الاستشاره. صحيح. كل البلديات بلبنان باستيفاء الرسوم من المواطنين عم تستوفي بطريقه غير قانونيه. انا بعتبر بكل صراحه اذا ما تم التراجع عن الموضوع هذا واصروا على الزام الناس بدفع البلديات، الناس عم تدفع شغلات مرغمه رغم انها غير قانونيه. عم تستوفوا رسوم من الناس. نعم. الضعاف بالبلد اللي هن اساسا ما بيخانقوا. صحيح. بس هود الناس ما تحرجوهم مش انه بس ينزل الواحد اخر شيء بيحس كل شيء على جنب بده دافع عن العيشه تبعته. صحيح. خلص معنا الوقت. نحن بنتمنى على محافظ بيروت انه ينظر لهيدا الموضوع فعلا ويرجع يدرسه لانه المواطن اللبناني ما بقى فيه يتحمل اي ظلم. وشكرا لحضورك. تسمحي لي بعد اذنك. تفضل. انا بدي اقول لكل الناس ببلدنا، لكل الناس ببلدنا، إذا أنتوا ما انتبهتوا، عندك الكاميرا، إذا أنتوا ما انتبهتوا لأنه تدافعوا عن حالكم وعن العيال تبعيتكم بالموقف، أنا ما عم أطلب أكثر من الموقف، حيستمر الظلم. رفعوا المي، سعر المي، ورفعوا سعر الكهرباء، ورفعوا سعر التليفونات، ورفعوا سعر الخليوي، ورفعوا سعر الإنترنت، وهلا عم بيحكوا برفع البلدية. لأنت ساكتين يعني شو عم تدعي على مظاهرة؟ أنا عم أدعي الناس لتقول صوتها. الأخ بقلب البيت ما بقى يكفي، قولوا أخ. نعم قولوا أخ قدام كل المسؤولين. المسؤولين ما حاسين بالأخ طبعا. أهلا وسهلا فيك، شكرا لحضورك، تصبحوا على خير.